جينا نتقيدوا في هذا الموسم ديال القريص وجينا نساعدوا رزقنا. الا كتبوا سهل الله وعيطوا لينا نمشيو، بغينا نحسنوا الوضعيه حيت البلاد ما بقى فيها ما يعجب، وملي سمعنا جينا بغينا نتقيدوا. وشنو هو الاسباب الحقيقيه اللي خلاتكم تجيو اليوم هنا باش تقيدوا؟ الاسباب الحقيقيه ما كايناش الخدمه، ما كايناش بزاف د الحوايج، هذه الازمه اللي حنا غاديين فيها دابا يعني شي حاجه ديال الخير، وكل شيء ما هواش، هو داك الشيء علاش حنا جينا باش نتقيدوا ونمشيو. ان شاء الله فوقاش جاتكم الخبر باش تقيدوا؟ انا يلا سمعت الخبر هذه شي يومين وجيت. شنو هما الشروط اللي قبل اللي غادي باش دوزوا اليوم؟ نعم، الشروط اللي قبلوا لكم باش دوزوا؟ الشروط اللي قبلوا مازال ما هبرش معانا، وهما كيطلبوا الناس اللي مزوجين، وحنايا ما مزوجينش يعني ما عندناش الاولاد، وجينا لو حنا الاوراق ديالنا باش الى سهل الله وساعدونا يمكن لينا. كيف دايره الوضعيه في المغرب؟ كيفاش دايره الامور؟ طبعا المغرب غادا عيانه، ما تما حاله وصافي، ما عندناش كلو زايدين زايدين بزياده ديال كل شيء، والوضعيه بنادم ما خدامش، يعني كاينه ازمه حاده في المغرب، يعني بنادم ما خدامش. واش غنقول هادو هما الاسباب اللي خلوك تيرا؟ هادو هما الاسباب اللي يعني كون كانت خدمه وكون كان شي صالير اللي هو زوين ما فاتش، يعني بنادم ما يفكرش يمشي يسمح والديه ويسمح في ولاده ويسمح بزاف الحوايج، ولكن ما كاينش الصالير، ما كايناش خدمه في المغرب، ما كاينش بزاف د الحوايج، وزادونا بالازمه وزادونا بهاد الاسعار اللي هي كتزاد، يعني قول يا عباد واحد، وكل شيء غالي وكل شيء زايد وكل شيء بزاف د الحوايج، وانا كن والبوطه اللي قال لك غيزيدوا فيها في الزيت غالي وغالي، يعني بنادم كل شيء خاصه يدار السلام عليكم اختي. اليوم شفنا واحد اللقاء باش تسجلوا اليوم، شنو السبب اللي خلاك تجي لهنا اليوم؟ خويا جينا نتسجلوا في الفريز حيت والله الا غادي في الخسران اخويا والله العظيم، وغلاء الاسعار والناس ما عندهمش، وشوف ناس كاريه ما كتعرفش الالاف والله الالف ديال الناس، راه حنا كنمروا بواحد الازمه في المغرب، لا اله الا الله محمد رسول الله والله ربي. شنو اليوم تلقوا هذا العام ديال التسجيل؟ الله ونعم الوكيل. شنو اليوم العام ديال تلقوا هذا العام ديال التسجيل؟ شفنا اليوم عدد كبير ديال العاملات اللي جاوا اليوم، زوجات ولا اللي ما مزوجاتش ولا اي وحده، حتى شي وحده ما بقات، كلشي كيسعى في الحق ديالو، الله ييسر لهم الله يوفق الجميع، كنتمناهم والله يمشيو نخدموا، والله الا مشيو نخدموا عدوا لهاد الدرجه بغيت تحوي المغرب. لهاد الدرجه حيت راه بزاف راه معيشه كامله، راه ما كاين لا خدمه ما كاين والو، وكلشي متضرر، شحال حاجه ساكن في الحنف وليدات ومرا من ربعه الصباح بحال جوج ديال كاين اللي بيت من جوج ديال اللي حنا هنا بنادم خدام 70 درهم، بنادم خدام 70 درهم غادا تعيشوا مع هاد الازمه وهاد الزيادات اللي زادونا حنايا بزاف، ما يعيش راه بنادم خاصنا نهضروا كاملين، وخاص هاد الناس اللي هنايا خاصهم يراعيو الشعور ديال كلشي، ما يفكروش غير الناس اللي مجوجين وعندهم الاولاد، راه كاينين حتى بنات هازن عائلات، هازن المسؤوليه، هازن بزاف الحوايج، هازن الماء، هازن الضو، هازن السوق، هازن الطحين، يعني كلشي، يفكروا حتى في البنات اللي عندهم اللي بداو خليهم والديهم في الركاني، وكاين اللي ما لاقينش مساكن ما ياكلوا، وما تيفكروش لينا حنا المزوجين، وهما ما تيفكروش واحد الفكره انهم اللي كيدوا المزوجين كيشتوا عائلات، ديو عازبات اصلا كلشي كيهرب، المزوجه كتهرب والعازبة كلشي متضرر، علاش حنا اللي ما يديوناش؟ علاش حنا اللي ما عندناش الاولاد ما نمشيوش؟ خاصهم يفكروا لينا حنا، ما يفكروش لي الزوجين. اولا الراجل تيبقى مقهور، هذه اول حاجه، راجل كتشوفو داخل الكوزينه، راجل كتشوفو كيعجن، راجل كتشوفو كيصبن، ولكن والولاد الشردين مشتين، كاين اللي كتلقاهم في الزرعه، كاين اللي كتلقاهم مسخ، ولكن حنا يعني حنا عندنا مسؤوليه، عندنا عائله، عندنا والدين، الله يخليهم لينا، وبغينا يديو البنات يفكروا، حنا ما نقولوش ما يديوش، يديو البنات ويديو العيالات. ما عرفتش شحال العدد تقريبا طلبوا لكم؟ ما عرفتش شحال العدد، 14000 اللي طالبين 14000 وما عمرهم ما داو شي بنت، عمرهم ما داو، عمرهم هذه المده ديال شي 6 سنين او 7 سنين وخلوش ما عندنا ما نديرو به، ما عمرهم ما داو شي بنت، علاش ما يديوش، علاش ما يديوناش حنا البنات؟ حنا باغيين نخدموا، كلشي باغي يعاون راسو، كلشي باغي يعاون، ما غادي نخويو المغرب، حيتاش المغرب ديالنا ما نخويو المغرب، غادي بواحد الوضعيه اللي ما هياش، يعني هاد الزياده ديال الاسعار هادشي كامل، ولينا عايشين مقهورين والله العظيم، بنادم عنده كرا، عنده بزاف الحوايج، ولكن
بنادم يخدم 70 درهم شنو غدير له؟ والعيالات جايين من عند بلال، جايين من المغرب، من قنيطرة، جايين من كازا، جايين كلشي بايت باين. الناس سامحين بوليداتهم، انا فرحت بالقلب باش نتخيل من جوج ديال الليل كاين لي بيت هنا، جينا لقينا العيالات بيت هنايا مع جوج ديال الليل، جينا العيالات بيت هنايا مقصين، كلشي مكرف، كلشي الحالة، كلشي بزاف اخويا، والله الا بزاف اخويا حسن. اسمح لي خوش شوية، اسكت اسكت اسكت. انا عندي جوج ولاد، سبع سنين هما كيقيدوا، انا ما كيقيدونيش حيت انا راجلي ميت وما عنديش سميتها هذيك ديال الوفاء، ما يمكنش ليا نجي من بلاد اخرى. شهادة الوفاء؟ ما عنديش شهادة الوفاء باش نجيبها لك. من جيتي اختي انت؟ من جيتي؟ انا عم هاد البلاد وما كيديونيش حيت انا ديولي ما عندكش العقل، ما كاينش العقل. احنا عندنا ولاد وعندنا والدين خدام عليهم مراض، نشريو لهم الدواء. ولادنا عندنا بعد الفواصل عندهم الرجالة يقدروا يتعاونوا معاهم عليهم، حنا راه ما عندناش اللي يعاوننا عليهم. ما عندناش لا رجاله اللي غيعاونونا. وشكون عام كتعمري؟ كل عام كنعمر ما كيديونيش. واش ما كيديوكش؟ ما عرفتش علاش ما عندكش العقل، وانا ما عنديش العقل، ما عنديش البر، ما عنديش العقل، ما عندي، ما عنديش العقل، حاجه ما عندي. الاولاد باغي يخدم على ولادي، باغي يخدم على ولادي. كيفاش دايره الوضعيه دابا وكاين ارتفاع الاسعار؟ ارتفاع كلشي معزوم، حنا عايشين عايش في المدينه. واللي مني ما يمشيش لمن البيت الاول كنخدموا غير عواد، كنديروا الفاخر، كنديروا اي حاجه كنديروا باش نعيشوا ولاد ديالي. هادشي اللي كاين، حنا باغيين نخدموا على ولادنا، الدوله ما يديوش عام، كل عام يديو زي هادوما يديرو هما محامية، كل عام يديو النص، هاد العام داوني أنا العام شدو وحدة أخرى، كلشي باغي يخدم، كلشي باغي يخدم على ولادو، داو عياط الرجالة، خليو الرجالة ديال العيد، داو الرجالة يجيو يخدمو دابا، ويدو العازبات بعدا، ويدو العزبات ويدو العزبات، يجيو العازبات، أنا عندي ثلاثة الأولاد، أسمح لي، السلام عليكم، السلام عليكم، حنا بغينا نمشيو، حنا عازبات، عندنا مني البنات من يا بنت اللي ما دايراش بالوراق وباغيه نمشي، علاش تأجوا يعني 4 سنين ولا 5 سنين وانا تنتقيد وتردوا لي الورق؟ علاش العزبه ما تمشيش؟ علاش؟ تمشي غير مرت الراجل، علاش؟ غير مرت الراجل اللي تمشي، حنا ما نمشيوش، حنا اللي ما عندنا لا راجل لا ولاد لا يديك لا خليك، حنا اللي نخدموا على رصاننا، حنا ما عندناش ولادنا، عندنا خوتنا، عندنا الكريه، عندنا كل شيء، هنا تخلصوا تنخدموا ب 70 درهم خلص فيها الكرة، خلص فيها الماكلة، خلص فيها أي حاجة، شنو شات لك؟ شنو؟ ودابا ربط علي ب 2400، شكون غادي يعمرها؟ ها؟ وقلنا لك الله خنوش، عيطك الله خنوش. السلام عليكم، علاش جيتي انت اليوم اسيدينا؟ ها؟ علاش جيتي وقفتي مع هاد العيالات اليوم؟ وقفت معاهم باش نعاونهم. ها؟ واش معك الزوجه ديالك بغات تمشي؟ لا. اه بنتك؟ بنتك مزوجه؟ اه. واش ديما كتمشي ولا اول خطره كتسجل؟ اه. كيفاش دايره الوضعيه؟ علاش بغات تمشي بنتك؟ المعاونه ديال ولدها. ها؟ المعاونه ديال ولدها. كيفاش دايره الوضعيه ديالك؟ منين جيتي؟ دار العامرينيت. اه شنو كطالب دابا انت من هذه الحكومه اللي دارت المشاكل ودايره هذه الارتفاعات ودايره حقوق؟ دابا انت بغيت تسخى بنتك تمشي تخدم؟ اه باش تحصل الوضعيه ديالها. اه على ولدها. على ولدها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو السبب اللي خلقتي تجي لهنا باش تسجلي في هذا؟ انا عندي 4 الوليدات وكل عام دابا 4 سنين كل عام كنتقيد وكنطلب الوراق كلشي، ملي كنجي للكونطا كيقول لي جيت كل عام تيعيط عليا، ملي كنجي للكونطا تيقول لي الكونطا ديك ما جاش. واخا كيفاش دايره الوضعيه هذه السنه؟ كنعرفوا ان كنا هنا كاين ارتفاع الغلاء، الاسعار، المازوت، كلشي غلا، كلشي بزاف. الدرويش ما بقاش يعجبني، ما بقاش يعجبني ملي خدمت ولي قاعد بلا خدمه وما حتى العفو. راه شي غيولي حتى واحد ما خلاص بس. الدرويش ما بقاش يعجبني. واخا واش بغيتي تسمعي في المغرب؟ واش تسمعي في المغرب؟ انت عارف الوليدات كيف كيتشاو ياكلوا ويشربوا ويقعدوا نديروا، الدار ما بقاش يعجبني. اللي كيخلي الولاد ما يقدرش يحرك، اللي كيخلي الولاد ما يقدرش يحرك. ضروري غتمشي تخدم ما كيعجب الوليدات. شي اللي كاين. الخدمة هي اللي مهمة، هنا كتخدمي ما كنعطوكش الثمن. 14 يوم فيها شي حاجه ماشي قليله، وخا تماره كاين الخدمه كاين الحاضر تيلا كنخدموا في الكابلاج اللي ما عندهمش كيفاش كنعاره ما عندهمش كنت خارجه لهم 3000 4000 النهار كيعطيوهم نص النهار في النهار كيعطيوهم نص النهار كامل في السيمانه السيمانه واخا تبارك الله كزيد. السلام عليكم. تفضلي هنا تفضلي. شنو المشكل ديالك هذا؟ عندنا الشركه ديال القنيطره وسيدي فيها ولادنا ما تيخدموش، هادي شاد الدبلوم، هادي شاد الباك، كلشي قاس ما خدم لا خدمه لا رقبه. تيمشي تيقول له عندك البنت جي تخدم، ما عندكش البنت سير بحال. حنا ما عندناش البنات، مشيو مشيو سرقوا ها ولادنا قسما بالله، ولدي بالدبلوم وبالباك وبالجامعه راه كيخدم فلاحه في سوق ليبل.
ومريض خدمته يمشي للبوليس ما كاينش البوليس ما كاينش دابا ممكن تجي الصباليه تقول لكم بغينا العروبيه وسيدي واش حنا في دوار جديد واش حنا عندنا العروبيه احنا ماشي عروبيه حنا اللي خدمه في العام تسبعوا كتصبح تصب البوط ديالها حتى لهنا في الموقف كتخدم دابا انت متضرره بزاف متضرره بزاف انت بزاف ماشي عشويه انا راه كنكيب الدم السكر فيا الكوليسترون فيا الكواط فاتحه عليهم ولادي قاعدين في جنبي عندو جوج ولاد اخا نص سيدنا اللي قاد بنشوف شحال يدير معاه حنا ما عندنا ما نديرو هو اللي مدخلو كيضرب 5 مليون الشهر عاش الملك عاش الملك عاش الملك وحيد علينا عاش الملك حاجه ديال الدم كيزيدوها لهم في الموضة وما كان عاد 30 ولا 20 ويجيو يحيدوا لك المكانة يحيدوها لك ما خلصتي كتمشي نموتوا فيهم تسعة ونخلصوا دابا الوضعية هي اللي خلاتك تمشي أنا ما غاداش ما فيا ما نمشي أنا عندي 50 عام ما يمكنش نمشي راه ولادي قاعدين عاد يدوروا وآجي دوار جديد وشوفهم وصور داري وصورهم وكاين ناس جيراني كلهم هما جاو باش يتقيدوا أنا جبت بنتي مجوجة باش تقيد دابا زايدة هنا زيوت الضرب العامري ولكن سيدي سليمان كتخدم تما كاينة مسكينة في العاوق تيقول لهم يتقيدوا على العروبية وراه حنا عروبية حنا جيت شفنا دوار جديد دور الغايس حالتنا حالة كلشي راه عروبية شكون اللي مديني شكون اللي عدو المديني هو اللي تيضرب الماندا في الشهر يتخلص وهذا الشيء اللي كاين دابا كتحسي براسك انك محبورة في بلادك قسم لله العلي العظيم يا محبور ما عندنا كلمه في القياده ما عندنا كلمه في البلديه فين ما مشينا كيرميونا ما فينا كيجري شي واحد يهضر عليك الدخول ما عندك السير بحال كان شي تليفون الدخول ما كاينش السير بحال انا كنقول هاد الهضره متحاسب عليها ها تليفوني ها داري رقم داري واجوا لي كان شي حاجه غلط ولا كذوب كلشي عارف هاد الشيء يلا واش ولدك يمشي يخدم قسم بالله كندير السر من الوكيل كندير لنا الوكيل محلاها قلب على الخدمه سيدي حياتي يقول له عندكم البنات اجيو ما عندكم سيروا بحالكم باغيين انا عندوش البنات شنو غايدير؟ كان يقول لهم الدراري قتلوهم دبحوهم قرينا حتى عينا ضربنا حتى عينا غنوضعنا الكروسه حتى عينا باش نقراو ولادنا راهم قاعدين لقاو قاعدين علاش ولدي ما يتوظفش علاش ولدي ما يخدمش علاش اللي عنده الدبلوم علاش ما يمشيش يخدم علاش يلا وماشي انا تنقول هاد الهضره هاد الهضره اللي ضراني انا ضر ايوا شريفه شي قلبك يا راسي شي قلبك عامره شريفه بزاف الشعب كله عامر بزاف تنتمنى من الملك يشوفني ويسول فيا ويعرف اش دارني ويجي يطلع عليا ويطلع على ولادي يعرف شنو دارهم ولدي ولا كستيلو كيمشي يدفع للبوليس يقول له وانا كاينش وسير مره يقول له ناقصك نص سنتيم مره يقول له ناقصك سنتيم مره يقول له ولدي عنده حق تبع الضابط وما تيتقبلوش ولادنا اذا هناك باك صاحبي الشيء اللي كاين تنقولوا نتحاسب على الهضره اللي تنقول نتحاسب عليها اذا مشاهدي الواجهه وضعيه صعبه ديال هاد العاملات حتى وضعية مؤلمة صورة معبرة عن الواقع اللي كيعيشوها الناس اليوم كما كنشوفوا الان حتى واحد ما تيشرب الدراري ولاو دابا انا ولادي ما تيديروا حتى حاجه ولكن الكثير جيراني كاين عاد الحشيش والمعجون تيمشي يضرب كينه ولا سيليسيون باش ينسى بصح لله والله ما تنكذب هادشي راه كاين هذيك الطريقه وهذا هو اللي كاين تبارك الله عليك تبارك الله عليك السلام عليكم قول يا عباد شنو ندير؟ شحال دامت هادشي شحال دامت؟ اليوم تعرف معصبه بزاف اه هادري خذي حرام حاليا اليوم ما مخلوليش البنت تمشي للمدرسه علاش؟ لحقاش كيقول لك البنت غادي تخسر ياك تصيفطيها بعيد كتصيفطيها لفين ساكنه انت؟ عين الشقف ما كاينش ترونسبور ما كاينش حتى ترونسبور غادي يجي غادي يجي عندكم تما غادي يجي عندكم ما كاينش المدرسه دابا البنت ديالي انا عندها ما عندكمش جمعيه تما جمعيه ديال والو خويا واخا ما كيديروش والو كاين ترونسبور واحد وشي يدي شحال ديال الولاد كيمشي ها عامر والو عييت دابا انا جيت باش نماركي اسبانيون ان شاء الله كنطلب الله يا ربي يقبلوني ان شاء الله ونخد ديك البنيه ان شاء الله يا ربي عييت خويا عييت بزاف انا والو عييت والبنيه راها قاعده ضايعه دابا حاليا مشات المدرسه تعرف مشات المدرسه راها مريضه مريضه خويا يبقى معاها الليل كله تطلب من الله يدير لنا شي حاجه شي خدمه ولا شي حاجه والله سهل علينا الله يا ربي حنا وعلاش غادي نحاربوا شي حاجه غير خدمونا شي هاد الوليدات علاش بالضبط سي سليمان والغرب وخاصه سي سليمان بالخصوص خويا الناس كتوصل لهاد الوضعيه شويه حشوم وعاير كنشوفوا هاد الناس شي قالت من الخدمه الحقيقه ما عندناش الماء حاليا والماء والماء فينا حتى الضوء قاطع حنا غادي نجيو عندكم غادي نجيو عندكم الموضوع الرسول فهمت يقول لك خصنا خصكم تعتنيوا بالقوارير القوارير هما النساء الرسول يا عبادي الذين
الوضعيه الصعبه ديال هاد النساء. دابا هاد البنيه واش تخرجها من المدرسه واش ندير؟ رانا قالوا لي خرجيها غادي تضيعيها كتمشي تضرب العاملين هنا.